بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. يتكلم ما زال في موضوع الفواصل ورؤوس الآي، فيقول في النوع الخامس: تقسيم الفواصل باعتبار المتوازي والمتوازن والمطرف. الخامس: قسم البديعيون. البديعيون اللي هم العلماء اللي بيبحثوا في علم البديع، وعلم البديع اللي هو تناسق الكلام وحسن نظمه. قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إلى متوازن ومطرف ومتوازن، وأشرفها المتوازي. إيه هو المتوازي؟ وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. شوف، سرر وأكواب متفقين في الوزن والسجع. وكذلك قوله: والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. والمطرف أن يتفق في حروف السجع لا في الوزن، يبقى في السجع بس دون الوزن. يبقى المتوازي السجع والوزن، والمطرف يتفق في حروف السجع لا في الوزن، كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وقارا أطوارا، اتفقوا إيه؟ في حروف السجع لا في الوزن. المتوازن بقى أن يراعي في مقاطع الكلام الوزن فقط بس، بغض النظر عن الحروف بقى شكلها إيه، كقوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. مصفوفة مفعولة ومبسوسة مفعولة، الوزن واحد لكن الحروف مختلفة، ده يسموه المتوازن. وقوله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. مستبين مستقيم، يقول لي ده متوازن. فلفظ الكتاب والصراط متوازنان، ولفظ المستبين والمستقيم متوازنان. وقول فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وقوله، كل ده إيه؟ في المتوازن. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ملاحظ التوازن في نهاية كل الآيات. وقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر السورة. وقد تكرر في سورة حميم عين سين قاف اللي هي سورة الشورى،
في قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وتجيب الآيات السبعة اللي بعدها بقى، فجمع في فواصلها بين شديد وقريب وبعيد وعزيز ونصيب وأليم وكبير، على هذا الترتيب كله متوازن لكن مختلف الحروف. وهو في القرآن كثير، وفي المفصل اللي هو بيبدأ من سورة ايه المفصل، من الحجرات او قاف الى اخر القرآن يسموه المفصل. وفي المفصل خاصة في قصاره، وقصار المفصل تبتدي تقريبا من الضحى للاخر تقريبا. ومنهم من يذكر بدله الترصيع، بدل يقول الموزون يقول لك الترصيع، يسموه ايه ترصيع بدله. وهو أن يكون المتقدم من الفقرتين مؤلفا من كلمات مختلفة، والثاني مؤلفا من مثلها في ثلاثة أشياء: الوزن والتقفية وتقابل القرائن. قيل: ولم يجيء هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من التكلف، يعني القرآن ما فيهوش ترصيع لأنه هيبقى متكلف، لأنه هيراعي عدة كلمات مع عدة كلمات فقد يؤثر على مراعاة المعنى، فهيبقى في نوع من التكلف. وزعم بعضهم أن منه، يعني من هذا الترصيع، قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وليس كذلك، مش من الترصيع، لورود لفظ إن ولا في في كل واحد من الشطرين، وهو مخالف لشرط الترصيع. لأن شرط الترصيع يبقى مختلفة الكلمات، إذ شرطه اختلاف الكلمات في الشطرين جميعا. وقال بعض المغاربة: سورة الواقعة من نوع الترصيع، وتتبع آخر آيها يدل على أن فيها موازنة وليس ترصيعا. قالوا: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعر، فإن أبياته متساوية، كقوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وعلته أن السمع ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأولى، فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد، لأنه عند وصولها إلى مقدار الأول كمن توقع الظفر بمقصوده، وعشان كده يبقى ايه متساوي القرائن. ثم ما طالت قرينته، في انواع متساوية قرائنه وقصيرة، وفي انواع ايه تطول القرينة، يعني ايه يبقى الآية طويلة شوية. ثم ما طالت قرينته الثانية، كقوله تعالى: والنجم إذا هوى. شوف والنجم إذا هوى، أو إذا هوى اتنين بس، ما ضل صاحبكم وما غوى. شوف بقيت ايه، ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبكم وما غوى ثلاثة وهنا اتنين، فطالت شوية اللي هي القرينة الثانية او الثالثة. احيانا تأتي قرينتين متساويين ويجي التالتة تطول شوية، كقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تساوي الاثنين اهو والتالتة طالت. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهو اما قصير، يعني يكون ايه الايات قصيرة الايه المقاطع، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، او طويل كقوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف إنه عليم بذات الصدور وإلى الله ترجع الأمور، لكن إيه المسافات اللي بين الاثنين طويلة أو متوسط،
كقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وهكذا. ثم يتكلم على النوع السادس، نتكلم عنه غدا لأنه طويل إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى.